ويضحك. السيد رئيس المجلس الشعبي الودائي، السادة أعضاء اللجنة الأمنية، السادة الحضور كلهم باسمه ومقامه، مرحبا بالجميع. سنستعرض اليوم بطاقة تقنية وتخص وضع حيز الخدمة لمشروع تزويد مشتى الشارع بالغاز الطبيعي الواقع في دائرة لغمة بلدية المشيرة، 92 دينار جزائري أي ما يعادل 14,800,000. كم أشيرات كيميائية كمية وفيزيائية مستهدفة، فقد استهدفنا شبكة النقل منخفض الضغط الليبي، وشقة المواطن يساهم ب1,750,000. يخدم المقاول دونك لو ريزو راه اونكور دو رياليزاسيون تابعين للبروجي تابعين للبروجي اون فا متر اون سيرفيس نوضعوا في حيز الخدمه هذا 30 مواطن ولا 30 مسكن. هذا واش بقاو والله انا نرحب سيد الولي، نرحب بأعضاء اللجنه الامنيه، سيد الامين العام، سيد المجلس الولاي. صراحه يعني الغاز يعني هو مجهود دوله، يعني تمثل تمدين الريف، يعني الحمد لله بان لقاو 14 مليار لهنا في ريف ولا مدينه ولا بنيه طوبي، يعني طوبيه هنا بين ريفي. الحمد لله هي مجهودات يعني جباره، وخاصه يعني المشروع هذا هو المشروع اللي سعينا فيه مع المواطنين اللي راهو تخدم الغاز تاعو الا بلي فوسيفتيك، يعني خرجنا من 200 مليار هذا بالمجهود تاع الرأي ومجهود المواطنين، انه زربنا درنا حنايا المحضر المطابقه. هيا خويا ها باسم الخاطب ما تجيش تهضر. بسم الله الله اكبر. هيا شو علينا الحاجه الحمد لله، بحياة روسكم، بحياة بلادنا، بحياة الرئيس تاعنا تبون. الحمد لله إلى حقنا ربي وعد. والله نهار مبروك، والله ما قسوه باللي نظنا ما درناش نهار كيما هكس، يعني شويه برك الغاز كاين، كلش كاين، والله كلش كاين. ايه تبونوا الوالي واش راه، والله راه من السعاده لاباس، نقولوا لاباس، انا في نعمه من عند رب العالمين. ايه تاع الغاز هذه والله تنحى كلش. نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، والله رانا في نعمه خير ما فايت. الله يبارك الغاز ويمشي كلش يمشي. الحكومه لاباس عليها، ما عندنا ما نهضروا فيها، ما عندنا ما نعكروا فيها. ربي يصلح رايهم. امين. وربي يصلح البلاد. والشبابيه هذه ثاني. انا ما نقول الوالي تاع ميلا راهو لاباس عليه، راهو مسكين ثاني يوم يجد في الناس باه مكان، باه مكان تصيبها. يبارك فيك وطمينا عليك. الغاز الحمد لله، الغاز قلنا الغاز الحمد لله على النعمه اللي عطانا ربي. الحمد لله تسمات حنا ازمه، فوتنا ازمه تاع البرد، والحمد لله نشكر الرئيس على كل حال، نشكر المسؤولين اللي مارسوا، نشكر اللي جراوا اللي تعبوا معنا كل، والحمد لله نستحمدوا ربي هذه الساعه. الحمد لله على كل حال. هضره نشكروا الرئيس تاعنا، جبنا الكاز الوالي، الحمد لله تنحت علينا الازمه تاع البرد سمعت. ونشكروا تبون الرئيس الجمهوريه، ونشكروا الوالي ولايه ميلان. زير تيوب، اول قناه الكترونيه
في الجزائر.